عدة أسابيع إسرائيل تروج لمواجهة شاملة للنووي الإيراني في نيويورك وبرلين. مستفيد من أزمة اقتصادية خانقة، الموساد يستبيح لبنان وتقرير يتحدث عن رقم مخيف. سوريا مهد للصناعات العسكرية الإيرانية وإسرائيل تكشف 10 مواقع لإنتاج الأسلحة. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج التاسعة عشرة، تمتد على مدى ساعتين نناقش فيها أهم أحداث اليوم والبداية من الشأن الإيراني. لهجة تهدئة مفاجئة بين طهران ووكالة الطاقة الذرية تلمح لرغبة مشتركة بمواصلة التفاوض الذي كاد ينهار نهائيا الأيام الماضية. اليوم أكدت إيران استعدادها لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة ما وصفته بالتصورات الخاطئة بشأن أنشطتها، وذلك بعد تحذير الوكالة من عدم قدرتها على ضمان سلمية برنامج طهران النووي. أما رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الذي سبق وعبر عن قلق متزايد لعدم تحقيق تقدم في هذا الملف الذي يثير توترا مع إيران منذ أشهر، أعرب اليوم عن أمله بتعاون إيراني في أقرب فرصة ممكنة. لهجة التوافق أو التقرب بين طهران والوكالة لا ترغب فيها تل أبيب، بل ذهبت اليوم لحد التهديد وبدأت حملة دولية لمواجهة النووي الإيراني. من برلين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن بلاده لن تلتزم بأي اتفاق نووي مع إيران، بل حتى وجه تهديدا جديدا بضربات مستقبلية. رئيس الموساد توعد بدوره إيران وكشف أنه في حال تم التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران فإن ذلك لن يمنحها الحصانة في وجه عمليات الموساد. رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في إسرائيل حذر أيضا من أسابيع تفصل إيران عن إمكانية إنتاج سلاح نووي. وزير الدفاع بيني غانتس من نيويورك كشف أن المعطيات الاستخباراتية التي بحوزتهم تشير إلى تقدم إيران نحو امتلاك السلاح النووي. مصدر سياسي إسرائيلي اعتبر أن موقف واشنطن تشدد حيال طهران بعد أن كشفنا معلومات استخباراتية تؤكد أن إيران تخادع، موضحا أن الخيار العسكري مطروح على الطاولة على حد قوله. علينا أن نعمل معا في وجه الخطر المتفاقم من أن تصبح إيران دولة نووية، وهذه مسؤولية تعهدت بها ألمانيا. حان الوقت لتجاوز المفاوضات الفاشلة مع إيران، لأنها أساسا لم توقف محاولاتها في الحصول على سلاح نووي. إيران تزعزع أمن الشرق الأوسط وستؤدي إلى سباق نووي يهدد العالم كله، وفي ظل الظروف الراهنة الاتفاق سيكون خاطئا وحساسا وسيجلب موجات جديدة من الإرهاب، ليس في الشرق الأوسط فحسب بل في أوروبا أيضا. اتفقنا مع إسرائيل على أن إيران يجب أن لا تحصل على السلاح النووي، كما نؤمن بأن الاتفاق الدولي حول الحد من برنامج إيران النووي هو السبيل الوحيد لذلك، كما أنني أشعر بالأسف لأن إيران لم تعطي أي ردة فعل إيجابية حول الاقتراحات التي قدمت لها. لقد أعلنت جمهورية إيران الإسلامية عن استعدادها لمواصلة التعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وتؤكد على هذا الاستعداد مرة أخرى. يجب على مسؤولي الحكومة الأمريكية اتخاذ إجراءات بناءة للتوصل إلى اتفاق. يتوقع من أطراف عملية فيينا إعطاء الأولوية لمصالح شعوبهم ومصالحهم الوطنية، وألا يتأثروا بالسلوك غير البناء والهدام للنظام الإسرائيلي. من بروكسل تنضم إلينا منى السلاوي الباحثة في الشأن الإيراني، ومن حيفا ينضم إلينا المحلل السياسي يؤف شطيرن. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك سيدة منى فيما يتعلق بهذا التغير بلهجة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن كانت هي إحدى المعضلات والعقبات بوجه التوصل إلى اتفاق نووي، نرى اليوم بأنها تهادن نوعا ما يعني رغبة بإكمال التفاوض. لماذا برأيكم؟ تحياتي لك وللمشاهدين. أنا أظن أن هناك بعض التهديدات تحت أوساط المتطرفين الإيرانيين الذين قاموا يطالبون بخروج إيران من معاهدة الحد من الانتشار النووي. لا ننسى أنه في المنطقة مع الأسف هناك ثلاث دول لديها سلاح نووي، وليس ضمن هذه المعاهدة اللي هي إسرائيل، الهند وباكستان. لذلك إيران أيضا تقول لما علي أن أجاوب على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك دول تمتلك السلاح ولن تسمح لأحد من المفتشين زيارة مفاعلها النووية. لا ننسى أن إيران أيضا وقعت على هذه المعاهدة على أيام الحكم السابق، على أيام الشاه، لأنه الشاه أيضا كان يريد أن يحصل على المفاعل النووية، ولكن وعد الغرب ألا يبحث وراء الحصول على سلاح النووي. ولكن على ما يبدو المولاي بالأخص الطرف المحسوب على المرشد الأعلى يريدون تطبيق النموذج الكوريا الشمالية في إيران، ويتبعون خطوات الكوريا الشمالية ويخرجون ممكن من المعاهدة ويحصلون على السلاح النووي. ممكن هذا اللي خلى الوكالة تتراجع، لأنه في الأساس الوكالة ليست لديها القوة الإجرائية، هي جزء من الأمم المتحدة، ولكن بمفردها لا تستطيع أن تقوم اتخاذ أي قرارات مثلا عقوبية تجاه إيران، لازم ترجع إلى المجلس. دعيني أنقل هذه النقطة إلى سيد يؤاف. هل توافق على طرح السيدة منى بأنه الوكالة هي من تراجعت لأنها لا يمكن أن تقوم بأي خطوات إجرائية، أم تعتقد بأن هناك ضغوط كما يقول البعض من قبل تحديدا الولايات المتحدة مورست على الوكالة من أجل التراجع عن هذا المطلب لكي يعني تمضي الأمور قدما فيما يتعلق بالمفاوضات؟ نعم، الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي فقط الألاء، لا يمكن لها، هي فقط يعني جهة المهنية في الموضوع، ولكن القرار الأهم، القرار السياسي والموقف الحازم ضد إيران، لأن كان يجب أن يتخذه ليست الوكالة ولا الأمم المتحدة، وإنما دول المعنية بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. والمنطقة التي طرحته السيدة منى من بروكسل يدل على الحاجة الملحة بمواجهة إيران ومخططاتها، لأن إيران ليست الهند وليست باكستان. إيران لديها تخطيط مسبق، وهي تعمل وباستمرار على زعزعة المنطقة وتهديد ليس فقط على دول المنطقة، وليس فقط على إسرائيل، وليس فقط على دول المنطقة، وإنما على مناطق أوسع بكثير. واليوم عندما هناك وضوح بموقف إيران واقترابها من روسيا ومن الصين، كل باقي الدول والقوى العظمى في العالم يجب أن يتخذوا قرار واضح، موقف واضح ضد مخططاتها. المنطقة التي سمعناه هو بالجوهر المشكلة، ويجب أن يعني النظام الإيراني يكون محصر، ويكون هناك عقوبات وتشديدات ضده، لأنه إذا تطور في إيران سلاح نووي، الإمكانية للحصار على كل هذا المخطط سيكون صعب جدا. طيب، سأعود إلى هذا الموضوع وإلى تصريحات مختلف المسؤولين الإسرائيليين اليوم، تحديدا تلك التي انطلقت من برلين أيضا. سيدة منى، هل تعتقدي بأن الأمور تسير قدما
بعد هذه اللهجة التصالحية إذا صح التعبير مع إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أم يعني المفاوضات متعثرة ولا إمكانية لإبرام الاتفاق في الوقت الراهن؟ طبعا يعني اولا اقول انه قضيه طرح عدم وجود هند وباكستان ضمن المعاهده ليست توجيه من قبل لي، ولكن ما يتحدث في الاوساط الايرانيه بالفعل الهند ليست ايران، الهند لا تمول ميليشيات في المنطقه ولا دمرت دول التي تعتبر يعني مع الاسف في الكوكب الايراني يتحركون في كوكب الايراني، كل دول لديها علاقات صديقه مع ايران مثل اليمن، يعني الميليشيات التابعة فيها والعراق وسوريا دمرت، حتى الفلسطينيين كانوا من أكثر المتضررين من تدخل إيران في القضية الفلسطينية وعرقلت عملية السلام في فلسطين. لذلك أنا لا أظن أنه الأولوية الأكبر حتى بالنسبة للدول المنطقة هي قضية السلاح النووي أكثر من أنها التصرفات الإيرانية التخريبية في المنطقة. يعني في النهاية حتى وأن إيران حصلت على السلاح النووي اللي هي أولوية الدول الغربية ممكن لا تستخدمها، هي أكيد ما تقوم بإعطاء السلاح النووي للحوثي حتى الحوثي يضرب في المنطقة لأنه إيران تكون متضررة، ولكن إيران قدمت صواريخها للحوثي والحزب الله وقد الآن تعمل على إنتاج الصواريخ البالستية اللي تهدد الأمن في المنطقة. إيران والحرس الثوري لديهم تجارة كبيرة في المخدرات، يلعبون على ملف المهاجرين، لذلك قضايا أخرى مع الأسف الدول الغربية اللي يغضون بصرهم عنها. يعني في حال حتى وصلوا للاتفاق مع إيران، أولا لا أظن أنها بالفعل تمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، لأنه تبين إيران وهي كانت في طور الاتفاق، يعني كانت تناقش الاتفاق في نفس الوقت كانت مختصة باليورانيوم ولديها مواقع لم تصرح عنها، يعني إيران حتلعب دور النفاق حتى وصلت إلى الاتفاق، وكما أن الاتفاق لا يعني أبدا أن تغير من طبيعتها. لذلك وصول ولا عدم وصولها ليست بالفعل مهم، المهم أن طبيعة النظام الإيراني لازم يتم التعامل معها بطريقة أخرى غير هذه التعامل الناعم والاحتوائي مع إيران. سيد يؤاف، يعني لماذا كل هذه التصريحات الإسرائيلية التي تهدد بعمل عسكري ضد إيران؟ يعني عادة من يود أن يقوم بعمل عسكري ضد بلد ما أو ضد أهداف معينة إن كان في الداخل أو حتى يعني لوكلاء إيران في المنطقة لا يتحدث كثيرا عن الموضوع، لماذا يوميا نسمع تهديدات من هذا النوع من دون أن نرى ترجمة لها؟ نعم، لأنه ما يجري بالفعل في الدول المحيطة لإسرائيل ودول المنطقة بشكل عام يدل على نوايا إيران ووكلائها في المنطقة، نوايا هجومية ليس إلا. فعندما نتحدث عن يعني هجوم محتمل على منشآت داخل غاز في البحر الأبيض المتوسط، المنشآت الإسرائيلية، وعندما نسمع أن هناك 10 مواقع للسلاح يعني لتصنيع السلاح في سوريا يمولها ويشرف عليها تشرف عليها إيران، وعندما نسمع المزيد من المعلومات التي ربما جزء منها سرية ولا نسمع عنها، هذا كما يبدو يدل على أن إيران لديها نوايا هجومية، فيجب على إسرائيل وباقي الدول في المنطقة وخارج المنطقة أن تقول بشكل واضح أنها لا تقبل مثل هذه التصرفات. إيران تستمر ليس فقط في تصنيع المواد اللازمة لقنبلة نووية، وإنما يعني في كل الأصعدة. وفي نفس الوقت الغرب، أوروبا والولايات المتحدة تقبل كل هذه المناورات. بنهاية المطاف إسرائيل هي تأخذ على عاتقها أن تكون الصوت الواضح في هذه المعادلة، يجب أن تقال الحقيقة، والحقيقة إنه إيران هي تهديد على الأمن في المنطقة وخارج المنطقة. وإذا الغرب أراد أن يعني يحافظ على الهدوء في هذه المنطقة التي هي مهمة جدا للطاقة ومن عدة أسباب مهمة جدا للعالم كله، يجب عليه أن يتخذ موقف واضح صارم شديد اللهجة إلى جانب إسرائيل
وحلفائها في المنطقة ضد إيران ومخططاتها. سيدة منى، هناك يعني كما ذكرتي وكما يذكر ضيفنا أيضا من حيفا بأنه هناك انتقاد من قبل فريق وازن لهذا الاتفاق النووي من كل أنحاء العالم، ولكن هناك من الجهة المقابلة أيضا فريق يقول بأنه يجب أن يكون هناك اتفاق على الأقل لتبقى إيران تحت أعين المجتمع الدولي، وإلا يعني ستكون الأمور أسوأ مما هي الآن، والدليل بأنها على وشك امتلاك قنبلة نووية بعد أن خرجت من اتفاق أو خرجت الولايات المتحدة من اتفاق 2015. كيف تعلقين على هذا الطرح؟ يعني على ما يبدو هذا الكلام فقط صالح لإيران، لأنه أيام اللي قرروا يهاجموا على العراق ويسقطوا بغداد لم يقولوا أنه لازم أن نحصل على الاتفاق، لم يقولوا أنه هناك تكلفة كبيرة إذا قمنا بحرب أو ضربة عراق، ولكن على ما يبدو إيران لديها تعامل خاص معها من قبل لا أعرف مراكز الأبحاث الدولية أو تعامل آخر يتعاملون مع إيران بشكل أنه دائما هناك يرفعون أي احتمالية ضربة إيران عسكرية مباشرة أو غير مباشرة أو مزيد من الحظر الاقتصادي. نحن شفنا كيف تعاملوا مع دولة عربية مع أنه فتحوا كل احتماليات التفتيش، ولكن في النهاية قاموا في ضرب العراق، ولكن سلموها لإيران في النهاية، أيضا سلموا أفغانستان لإيران في النهاية وسببوا عدم استقرار في المنطقة، ولكن لما وصلوا إلى إيران يتكلمون عن الاتفاق دون أن حتى يلوحوا باحتمالية تهديد جدي ضد إيران. في إيران يعني أثبتت خلال كل هذه السنوات القادمة الماضية إذا لم يتم تعامل معها بحزم وجدية لا تتراجع. يعني حتى الآن إيران تعرف أن أوروبا ليست لديها ممكن لا إرادة كافية ولا الإمكانية الكافية بسبب الأزمات التي تمر في أوروبا، ولكن حتى قبلها قبل ما أوروبا تدخل في أزمة مثلا حرب الروسية أوكرانية أو كورونا أو أزمة الطاقة لم تكن جدية مع إيران، لذلك إيران تتمادت. إيران تستمر في التمادي في حال لم يقف أمامها جهة واقعية يوقف إيران عن حدها. شكرا جزيلا لك منى السلاوي الباحثة في الشأن الإيراني، كنت معنا من بروكسل. كما أشكر أيضا المحلل السياسي يؤف شطير حدثنا من حيفا. شكرا جزيلا لكما. Could you look over here, please? Uh-huh. Thank you very much. If you don't mind signing our book. Thank you. Thank you. Good corner. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا 10,000 شبكة ناشطة، الموساد يجتاح لبنان. كشفت جولة لكاميرا الحدث في ولاية كسل شرقي السودان عن أوضاع إنسانية صعبة جراء السيول والفيضانات. نحن القاش حاصرنا من كل الاتجاهات. عدد الضحايا وصل إلى 79 حالة وفاة، كما أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل فاقت 15,000. بعض المنظمات تحاول حصر حجم الأضرار، ولكن طبعا هي تفوق إمكانياتهم. كيف يمكن معالجة ما يجري في ولاية الجزيرة؟ عقدتم اليوم اجتماعا لقوى الحرية والتغيير الشق التوافق الوطني، ما الذي جرى في اجتماع اليوم؟ أي نقاط نوقشت؟ المطلوب الآن من القوى السياسية في السودان أن تسارع الخطى في التوافق حول أطر دستورية. ما تبقى من الفترة الانتقالية يحكمه كل الشعب السوداني، نحن ضد الإقصاء. لماذا لا تجتمع هذه القوى وتضع البلاد نصب عينيها أنه بالفعل هناك بلاد بحاجة إلى أن نصل إلى حل؟ إلى متى ستظل الأمور معلقة؟ في صمت
الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. أحييكم من جديد. تخمة إسرائيلية من العملاء اللبنانيين دفعت بتل أبيب إلى اللجوء لعمليات انتقائية، لا بل الاستغناء عن أي عميل لأبسط سبب ممكن. فالسنوات الثلاث الماضية التي شهدت انهيارا ماليا ومعيشيا كبيرا دفعت بآلاف اللبنانيين إلى دق أي باب واقتناص أي فرصة عمل، حيث قدموا طلباتهم على شبكات الإنترنت بفعل الحاجة الماسة إلى المال وتحديدا للفريش دولار. بعضهم أقر صراحة بلجوئهم بكامل إرادتهم إلى الموساد وعرض خدمات تجسس، فيما الآلاف أرسلوا سيارهم الذاتية لجهات ظنوا أنها شركات أحصاء لكنها كانت تصب عند الموساد الإسرائيلي بطريقة أو بأخرى. هذه الطفرة في السير الذاتية المعروضة والتي فاق عددها المليون استغلتها تل أبيب باختراق الساحة اللبنانية استخباراتياً، وأكدت مصادر أمنية وقضائية رصد أكثر من 170 شبكة إسرائيلية، فيما التوقيفات متواصلة بشكل شبه يومي، لا سيما أن الشبكات الناشطة على الأراضي اللبنانية تقدر بأكثر من 10,000 شبكة، وذلك لو افترضنا نجاح إسرائيل بتجنيد 1% فقط من هؤلاء. وتضم السير الذاتية المعلومات الشخصية والأساسية لطالب الوظيفة من هاتف وعنوان السكن والتحصيل العلمي وغيرها، ووفرت هذه البيانات منجم احتمالات عملاء لا ينضب للأجهزة الإسرائيلية لتختار وفق أهوائها الأمنية، علما بأن الموساد جند عملاءه الجدد بطريقة الشبكات العنقودية، أي لا يعرف أفرادها بعضهم بعضا وتنحصر معرفتهم بالمشغل الإسرائيلي، فيما معظم عمليات التجنيد والتواصل تتم من خلال نقل شرائح هواتف لبنانية إلى الخارج ثم تفعيلها داخل لبنان. كما شدد مرجع أمني لموقع أساس على وجود حالة غير مسبوقة في مفهوم العمالة الإسرائيلية، وهي استغناء الموساد عن أي عميل على أثر أبسط سوء تفاهم أو تقصير في الخدمة، وذلك لكثرتهم، علما أن الموساد يقوم بعمليات خاصة داخل لبنان آخرها في نوفمبر الماضي حين أتلفت فرقة خاصة مستودع صواريخ لحزب الله باستخدام الأسيد تجنبا لتفجيرها خشية انفضاح أمرها، وفق موقع أساس. من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان. أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه المعلومات دقيقة أو مصدر المعلومات دقيق؟ أولا مساء الخير. هذه المعلومات بنيت على متابعة لأشهر عديدة واستقصاء لأشهر ومتابعة حثيثة لكل التوقيفات التي جرت وتجري في الأيام في الأسابيع الأخيرة. هذه الحالة التي ظهرت في لبنان
تؤشر إلى مدى الاختراق الكبير الذي حققه الموساد الإسرائيلي على الساحة اللبنانية، وبات واضحا أنه يمتلك شبكات تمتد على مختلف الجغرافيا اللبنانية من كل المناطق ومن كل الفئات ومن جميع الطوائف ومن مختلف الفئات العمرية حتى. هذه الشبكات يعتمد عليها الموساد لتحصيل أي معلومة، يعني ليس فقط عن حزب الله، يبحث عن أي معلومة. هناك شبكات كانت، طيب قبل أن أتحدث معك عن طبيعة المعلومات أو اختلاف طبيعة العمل، نود أن نعرف عدد الذين تم تجنيدهم. نحن ذكرنا في الخبر في المقال الذي يستند إلى ما كتبته حضرتك بأن هذه الظاهرة تسببت بها الأزمة الاقتصادية الحادة خصوصا خلال الثلاث سنوات الماضية. لو أردنا التحدث بالأرقام، يعني كم زاد عدد العملاء خلال ثلاث سنوات هذه؟ هلا اذا بنرجع على سنه 2009 يلي هي شهدت عمليه توقيف كبيره للشبكات الاسرائيليه، ما وصل العدد لعدد الشبكات التي تم توقيفها حتى اليوم خلال هذه الاشهر القليله. يعني 2009 كان في موج كبير من التوقيفات للشبكات الاسرائيليه منذ شبكه اديب علم وغيره من الشبكات، لكن اليوم العدد هو اكبر بكثير، وتقدر المراجع الامنيه والقضائيه هذه الشبكات ب 10,000 شبكه، اي 10,000 شخص، لان الاسرائيليين يعتبرون كل شخص هو شبكه بعينه لانه يعمل بشكل منفرد مع مشغله دون ان يعلم من يعمل معه ضمن الشبكه. فهذا العدد هو مفترض من الأجهزة الأمنية والقضائية. المراجع القضائية أيضا تقدر أن إذا كان الموساد نجح في تجنيد أو محاولة تجنيد 1% فقط من أصحاب المليون سيرة ذاتية المنتشرة في المواقع، في مواقع التوظيف والشركات، فهو قد يكون اخترق 10,000 شخص، لكن قسم منهم يعمل بشكل مباشر وبملء إرادته، وقسم آخر لا يعلم لمن يعمل، هو يمارس عمل يظنه طبيعيا، لكن في نهاية المطاف هو يقدم معلومات للموساد الإسرائيلي. طيب كيف يتم، يعني الشخص الذي يقدم لنيل هذه الوظيفة كيف يعلم بأنه يعمل لصالح الموساد من الشخص الآخر الذي لا يدري لأي جهة يعمل؟ يعني هل يكون البيانات المطلوبة مختلفة، المواقع التي يدخل عليها مغايرة، على أي أساس هناك فرق؟ هناك قسم من الذين تم تجنيدهم هم طلبوا أن يتم تجنيدهم، هم تواصلوا مع مواقع تابعة ووسائل التواصل تابعة للموساد الإسرائيلي وعرضوا خدماتهم، هذا قسم. وهناك قسم آخر اللي هو متعلق بالسيفيات والسير الذاتية، يعمل الموساد في بادئ الأمر على اختبار الذين يجندهم بطريقة غير مباشرة، ويطرح عليهم في مرحلة لاحقة يعرض مبالغ إضافية من المال، علما أن المبالغ التي يدفعها الموساد ليست بالمبالغ العالية، يعني يدفع ما بين 200 و300 و400 دولار للعميل لقاء الخدمات. لكن هناك من بعد أن يعرض عليه أن يعمل للموساد مع إضافة مبلغ من المال يوافق، هذا يصير عارفا لأنه يعمل بشكل مباشر للموساد. أما الذين يعملون بشكل غير مباشر يكون طبيعة الحال دخلهم أقل، لأنهم يقدمون خدمات غير مباشرة، يعني مثل إحصائيات وتصوير بعض الأماكن بحجج مثلا أنها لشركات سياحية أو لشركات إحصاء أو لشركات مسح مثلا. أو طيب يعني الذين يخرجون شرائح الهواتف إلى الخارج ومن ثم يدخلونها إلى لبنان، هؤلاء هم الذين يدركون سلفا بأنهم يعملون لصالح الموساد؟ نعم، هؤلاء يدركون سلفا ويقدمون خدمات تفوق الخدمات التجسسية، قد يصل إلى تقديم خدمات أمنية ومراقبة شخصيات أو مراقبة مواقع معينة. هؤلاء هم الذين يغادرون ويتلقون دورات في الخارج ويلتقون بالمشغل الإسرائيلي ويكلفهم بالمهمات ويخدعهم لبعض الاختبارات ليفحص إن كانوا هؤلاء عملاء مزدوجون أم لا. يعني هناك هذه الفئة أستاذ إبراهيم، هذه الفئة هل يعني تنشط أو تكثر في مناطق لبنانية محددة دون سواها، والباقون مثلا يتوزعون على كل لبنان؟ هل هذه الفئة تنشط في المناطق
كلها هناك أسباب متنوعة. يعني إذا ذهبنا إلى بعض المناطق نرى أن الدافع كان الحقد السياسي والامتعاض السياسي من أداء حزب الله، فذهبوا وعملوا مع الموساد الإسرائيلي. هناك الحاجة المالية والمادية، وهناك كمان هناك حاجات أخرى يعني يتم الاعتراف بها في هذا الإطار. لكن هذه الشبكات أو الأشخاص الذين يتعاملون، هناك قسم منهم في البيئة الشيعية، قسم في بعض المناطق السنية، وقسم في المناطق المسيحية، وهذا سببه تراخي المحكمة العسكرية التي يسيطر عليها أو لحزب الله مندوب دائم داخلها. تراخي المحكمة العسكرية في إصدار الأحكام على العملاء خلال السنوات العشر الماضية كان أحد الأسباب التي شجعت البعض لأن يقوم بالعمالة وهو مرتاح الضمير بين أوسين. يعني هو يعتبر أنه إذا دخل إلى السجن قد يجن لسنة أو أقل، أو يخرج ببراءة أو منع محاكمة كما حصل في كثير من بما أنك ذكرت أو أتيت إلى هذه النقطة سيد إبراهيم، هذه الظاهرة اللي نسميها وهذا الكم الهائل من العمالة، هل ينسحب تشديدا أمنيا؟ يعني ما عقوبة هؤلاء وما تداعيات ذلك؟ يعني هل يمكن أو يخشى من أنها تكون حجة لحزب الله لأن يمسك البلد بقبضة أمنية أكثر مما هي عليه الآن؟ أولا، من يقوم بتوقيف هذه الشبكات هي شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وهي في طبيعة الحال لا تتعاطى مع حزب الله بهذا الشأن. هي معروفة التوجهات ومعروفة الخلفية، لكن الموضوع الذي المهم أن يشار إليه هو أن المحكمة العسكرية التي تعطي الأحكام المخففة هي يسيطر عليها حزب الله. يعني هنا نرى أن الحزب يرضى بتخفيف الأحكام عن بعض العملاء لإرضاء حلفائه السياسيين، يعني مثلا مثل العميل فايز كرم الذي كان مستشارا لميشيل عون في السابق، يعني بعد أوقف لمدة سنة أو سنة ونصف على أكبر التقدير، فيما كان في السنوات الماضية منذ 15 سنة العميل الإسرائيلي يحاكم بالإعدام في لبنان أو بالسجن المؤبد. يعني صرنا نراهم يدخلون إلى مثلا 3 أشهر 4 أشهر أو سنة، ومنهم من يتم تبرئه كما حصل مع احدى العميلات واحد العملاء ايضا الذي يصوت في قضاء جزين، واخرى تصوت في قضاء البترون، اي تمنع صوتها للتيار الوطني الحر لحلفاء حزب الله، تم منحهم البراءه مقابل التصويت في الانتخابات، علما ان هذه الموقوفه بالتحديد فاق محضر اعترافاتها 100 صفحة بالتحقيقات، وأخذت منع محاكمة وبراءة في توقيت الانتخابات، وهذا يطرح علامة سؤال. يعني حتى المحاكمة هي مختلفة بحسب الشخص ولأي فئة سياسية ينتمي وبحسب الدوافع. نعم، هذا ما يثبته الواقع. يعني هذا ما يثبته الواقع. أوكي. هذا ما يثبته الواقع باللي كل من يتابع هذا الملف يصل إلى هذه الخلاصة، أن الأحكام تلقى بناء على التوجهات السياسية. وكمان ما زاد في هذه الظاهرة هو قيام تلفيق الملفات للخصوم السياسيين. نعم. أو لأسباب شخصية أو غير شخصية، حتى صارت التهمة سهلة أو وجهة نظر عند بعض اللبنانيين بسبب التلفيق الاتهامات الذي كان حزب الله يلفق لبعض الذين يخاصمونه في السياسة تهمة العمالة، فيظهر بعد سنة أو سنتين أنهم ليسوا بعملاء. هناك جزء ثاني على ما يبدو لهذا المقال الذي يعني نحن بصدد مناقشته اليوم، سيظهر غدا تحت عنوان قريبا سنأخذ بيروت. على ما يمكن أن تطلعنا بهذا الجزء الثاني، ولماذا يعني عنونته بهذه الطريقة؟ هل إسرائيل تقول بأنها قريبا ستأخذ بيروت؟ نعم، ظهر في التحقيقات أن مشغلا إسرائيليا قال لأحد العملاء الذي يتواصل معه We will take Beirut soon، أي نحن سنأخذ بيروت قريبا، وهذا يدل على مدى السيطرة أو مدى التغلغل الذي صار عند الموساد الإسرائيلي في داخل لبنان، حتى صار الإسرائيليون يعانون من التخمة ويعبرون لعملائهم أنهم سيسيطرون على بيروت، ستسقط بيروت أمنيا في أيديهم في القريب أو في قريبا أو في القريب العاجل. هذه الحلقة الثانية اليوم ستحكي عن كيف يتعامل حزب الله والمحكمة العسكرية
مع هذه الملفات. يعني نحن ننظر إذا في السابق كان الأمين العام لحزب الله قد قال في خطاب سابق أن الإسرائيليين اعتبرهم يأسوا من تجنيد العملاء فصاروا يلجؤون إلى فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، علما أن هذه الظاهرة ليست استخفافا بهذه، هو كان يستخف بهذا الأمر لكنه ليس أمرا خفيفا، كانوا يجندون الناس بكل الطرق والوسائل المتاحة أمامهم. يعني عندما يظهر أمين عام حزب الله ويسخف هذه الظاهرة، هذا يكون عاملا مشجعا لبعض الذين يفكرون بالعمالة أن يتعاملوا، طالما بأنها بحسب ما يحصل في بهذا الكلام أنها تهمة خفيفة فيذهب ويلجأ للعمالة ويتقديم المعلومات لإسرائيل مقابل الأموال ومقابله، يعلم أنه سيدخل لسنة أو بضعة أشهر ويخرج، طالما أن حزب الله تحديدا هو الذي صار يعتبره تهمة خفيفة أنه الإسرائيليين يلجؤون إلى فيسبوك. شكرا لك الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، كنت معنا مباشرة من بيروت. مصرف لبنان رفع الدعم كليا عن البنزين، خطوة وإذ يراها البعض ضرورية لأن دعم البنزين لم يستفد منه اللبنانيون مع عملية تهريب المحروقات إلى سوريا، إلا أن تداعياته مستقبلا خطيرة، فرفع الدفع يزيد من الطلب على الدولار ما سيزيد بدوره من سعر الصرف في السوق السوداء في ظل غياب أي ضوابط. تدريجياً جاء رفع الدعم عن البنزين خلال الفترة الماضية ليرفع كلياً بعد أن كان مصرف لبنان يدعمه بقيمة 20%، إلا أن السعر لم يختلف كثيراً إذ سجل ارتفاعاً بقيمة 20,000 ليرة لبنانية فقط. أكيد استفاد مصرف لبنان وأكيد ترمى أنه بظل انخفاض كبير بأسعار النفط عالمياً، من سنة البرميل تحت 92 دولار، بهيدا الوقت كله سوا وخصوصا المواطن اللبناني تعود بالأشهر الماضية تانك البنزين فوق 700-730 ألف ليرة وصلت، قال لك هلا تانكي سعر التانكي واطي والأسعار النفط واطي، إذا بظهر هلا من الدعم بضل مقبولة عند المواطن اللبناني، لك وينه شيل 100%، نحن بال 638 اليوم. أسعار المحروقات المرتفعة خففت من زحمة السيارات أمام المحطات بعدما تأقلم اللبنانيون على تخفيف استهلاكهم لها. مش كافي يعني مصروفنا بالشهر ما اشي كفينا صراحة، يعني معاشنا أنجأ نحطه بنزين، صار كله بنزين. 300 ألف ببيعها بو يعني برمتين، يعني ما في ركاب على الطريق أول شيء، وتاكسيات ما عاد عم يطلع، يعني عم نحط مصرياتنا على الفاضي. وفي غياب الحلول بعيدة الأمد لهذا القرار تداعيات عدة. لا تداعيات تذكر اليوم، ولكن التداعيات تظهر عندما يرتفع سعر برميل النفط من جديد إلى مستويات 100 دولار أو أكثر، وسيزداد الطلب على دولار السوق السوداء في لبنان ويرتفع السعر وترتفع معه أيضا أسعار كافة السلع والخدمات. وبالرغم من أي تداعيات فإن قرار رفع الدعم عن المحروقات ضروري وجاء متأخرا بحسب الخبراء لضرورة وقف استنزاف احتياط المصرف على دعم يستفيد منه مهربو المحروقات إلى خارج الحدود. المحروقات باتت تحت رحمة سعر صرف الدولار في السوق السوداء، والمخاوف على الأمد البعيد في حال انهارت العملة اللبنانية أكثر إذا ما استمر الجمود السياسي، عندها لا المحروقات ولا غيرها من السلع ستبقى بمتناول المواطن. ناهد يوسف، الحدث، بيروت. دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية إلى تكثيف المفاوضات برعاية أممية للاتفاق على هدنة موسعة، ودعا المجلس في بيان له جميع الأطراف في اليمن إلى ترجمة الهدنة لوقف الدعم لوقف دائم لإطلاق النار. المجلس دعا الحوثيين إلى التحلي بالمرونة في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية فورا، ودان هجمات الحوثيين على تعز التي هددت بعرقلة الهدنة. واعتبر مجلس الأمن أن اتفاقية الهدنة الموسعة في اليمن ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف بالأدلة إيران تحول مواقع عسكرية في سوريا إلى مصانع صواريخ.
حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من استمرار ميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال. أنا ما معناش حتى حق أقول لك حق الدب الماي. كل توقيعات أو التزامات الحوثيين بحماية الأطفال وعدم إقحامهم في الجبهات كلها تبخرت. هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية. تستمر الخروقات منذ الساعة الأولى لإعلان الهدنة. وفقا لمصادر أمنية حتى الآن لا يوجد قتلى ولا جرحى. ماذا يعني ذلك لليمنيين في الداخل؟ هناك صراعات سياسية على السلطة. اليمني كما قلت تعرض إلى انتهاكات من الحوثيين، كيف باللاج؟ حصرتها بالسلاح وأطلقت عليها النار وأحرقت الصنادق والسكنات الشعبية التي بناها هؤلاء في هذا الوادي. ولا يعني كأنه الناس يعني يفكرون كيف حال الناس وكيف وكيف حالنا. إلى ماذا يرمي الحوثيون من خلال هذه الانتهاكات؟ كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان محور الحدث. أهلا بكم من جديد. على الرغم من تزايد الضربات الإسرائيلية لأهداف إيرانية في سوريا، تستمر إيران بتوسيع خارطة انتشارها وبناء منشآت عسكرية جديدة في مناطق نفوذها في سوريا، وهو الأمر الذي دفع إسرائيل لتنفيذ 25 ضربة ضد أهداف في سوريا منذ مطلع العام الحالي. فالقصف الإسرائيلي والأمريكي مؤخرا استهدف مواقع تتخذها إيران مقارا لقواتها أو لميليشيا تابعة لها أو منشآت يشتبه في استخدامها لتطويرها أسلحة أو احتوائها على مخازن الأسلحة. ولم تكتف الضربات الإسرائيلية باستهداف مواقع يشتبه بأنها عسكرية، بل وصلت حد قصف مهابط مطارات مدنية كما حصل في مطاري دمشق وحلب بزعم استخدامهما لأغراض عسكرية. رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أقر بمسؤولية تل أبيب عن العمليات العسكرية التي تستهدف الوجود الإيراني في سوريا. نتابع. במקביל פועלת ישראל כדי למנוע מאיראן להקים סיסי טרור ברחבי המזרח התיכון, בעיקר בסוריה. אני רוצה להדגיש מפה, ישראל לא תסכים שסוריה תשמש ציר העברת נשק לארגוני טרור ולא תקבל הקמת בסיסים איראנים או בסיסי מיליציות על גבולנו הצפוני. وفي المقابل رصد ناشطون سوريون قيام ميليشيات موالية لإيران بتوسيع رقعة انتشارها العسكري في سوريا، حيث قامت ببناء قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من مزار ديني يقع في ريف دير الزور الشرقي بهدف تخزين صواريخ وأسلحة متطورة. النشطاء أكدوا أن الهدف من إنشاء القاعدة استخدامها كمستودعات ضخمة تحت الأرض للصواريخ والأسلحة النوعية القادمة من الأراضي العراقية، إضافة إلى ربط مستودعات الذخيرة الثقيلة ومستودعات صواريخ رعد الإيرانية بسلسلة أنفاق أرضية. الغارات المستمرة والتي لا تكاد تنقطع دفعت إيران لاتهام إسرائيل باستهداف البنية التحتية في سوريا، نافية وجود أي نشاط عسكري أو استخباراتي لها في المنطقة. فحديث إيران ومن خلفها النظام السوري عن أن تلك الضربات تستهدف البنية التحتية لا تعكس حقيقة هذه الاستهدافات، فإيران تسعى إلى تعزيز قواعدها العسكرية في المنطقة، إضافة إلى أنها مستمرة في إدخال شحنات الأسلحة لهذه القواعد رغم الرقابة المفروضة من قبل إسرائيل. ويرى مراقبون أن التصعيد ضد إيران في سوريا ما هو إلا مؤشر على زيادة زخم تهريب الأسلحة للميليشيات الموالية لها.
حتى باتت تعتمد استراتيجية توسيع نطاق خطوط التهريب، إذ تنقل شحنات الأسلحة عبر الجو والبر والبحر في آن واحد. هذه الاستراتيجية الإيرانية لم تتغير رغم الاستهدافات المتكررة، بل زادت من حدة عمليات تهريب الأسلحة، الأمر الذي أسهم بشكل أو بآخر بتعزيز قدرات إيران التكتيكية في مواجهة خصومها في الوقت الراهن. مراقبون يعتقدون أن إيران تستخدم ميليشياتها في سوريا دروعاً عسكرية متقدمة لتخفيف العبء السياسي الممارس عليها في الأروقة الدولية، خاصة فيما يتعلق بملفات التفاوض النووية. إيران تتخذ قواعد لها في المنطقة عن طريق بناء مصانع صواريخ ضخمة في سوريا، إذ حولت منشآت حكومية سورية إلى مصانع لإنتاج صواريخ وأسلحة متوسطة وبعيدة المدى لتستخدم من قبل حزب الله ووكلاء إيران في المنطقة. بوصف آخر، لدى إيران جبهة استراتيجية في المنطقة مقرها سوريا ومصياف بشكل محدد، تشكل تهديداً كبيراً للمنطقة وإسرائيل، حيث تستخدمها لإنتاج صواريخ متطورة. خلال عقد من الزمن سيكون من باريس ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي عبد الناصر العايد. أهلا بك سيد عبد الناصر إلى 19. لماذا باعتقادكم بالرغم من تكرار الاستهداف العسكري الإسرائيلي للمنشآت العسكرية الإيرانية في سوريا أو لميليشياتها، نرى بأن إيران لم تغير استراتيجيتها هناك، لم توقف نقل وتهريب الأسلحة وتخزينها، لا بل بأن يعني هذا النشاط يتعزز مع الوقت؟ مساء الخير. يعني قلناها من زمان على شاشتكم، الاستراتيجية الإيرانية تضع في حسبانها أنه أي موقع إيراني يدمر يجب أن ينشأ موقع إيراني آخر إضافة له، إضافة إلى ترميم السابق. يعني إبراز وإظهار إصرارها على تمسكها بموقعها السوري، بمواقعها في سوريا وترسيخها أكثر فأكثر يوما بعد آخر. الآن طوال الفترة الماضية القصف الإسرائيلي لم ينتج عنه تقريبا كبح جماح الوجود الإيراني أو إيقاف تمدده، هو فقط يعني يزيد الكلفة على إيران. أما من ناحية يعني تحجيم هذا الوجود، لم نلاحظ أي أثر على أرض الواقع لهذه الضربات في هذا الصدد. طب يعني هل تعتقد بأنه الجانب الإسرائيلي هو المقصر في هذا الموضوع، أم أن الجانب الإيراني هو الذي يمتهن الالتفاف على الضربات العسكرية الإسرائيلية؟ لا، هو يعني إيران تبدي إصرارها وتساعدها البيئة الإقليمية والبيئة المحلية في سوريا على مزيد من التمدد في، خصوصا مع يعني فتح نظام الأسد لسوريا بكاملها، لها بما فيها الإدارات الحكومية، بما فيها مواقع الجيش، بما فيها المطارات المدنية، هذه كلها تساعد إيران على مزيد من الانتشار. وهي يعني لديها قرار استراتيجي بأنه الدفاع عن طهران يعني يبدأ من دمشق ومن سوريا، وهذا معلن منذ سنة 2011. إسرائيل يعني مش تقصير، لكن استراتيجيتها بعتقد أنه تحتاج إلى تعديل. يعني الناتج العمليات التي تقوم بها في سوريا كما قلت سابقا هي فقط تزيد الكلفة المادية على إيران وتحملها أعباء ربما تكون اقتصادية، لكنها لا تحد ولا تنهي أبدا هذا الوجود، بل العكس من ذلك. أعتقد أنه يعني ربما يعني تتسبب في تعميق خبرات إيران بالتخفي والتواري وتزيد من إمكانياتها في التحصين وما إلى ذلك.
يعني لاحظنا أنه إيران الميليشيات الإيرانية تميل مع الوقت إلى اللجوء إلى أنفاق وإلى توسيع وجودها تحت الأرض. معظم القواعد والمقرات الإيرانية الآن ومخازن السلاح الحساسة والاستراتيجية بدأت تذهب إلى يعني تحت الأرض. هذا يعني دليل أنه عم يستفيدوا من الدروس هاي فقط وما عم تلعب دور بإنهاء وجودهم بشكل جذري. إسرائيل ولا الولايات المتحدة تحتاج إلى نهج جديد في سوريا واستراتيجية جديدة في التعامل مع إيران والوجود الإيراني في هذا البلد. ما الطريقة الأنجع التي تعتقد أن على إسرائيل اتباعها لتقليم أظافر الوجود العسكري الإيراني في سوريا؟ يعني بعتقد هاي مش مهمة إسرائيل فقط، هي مهمة كل الدول الإقليم المتأثرة والمتضررة من التمدد الإيراني هذا المشروع الإيراني يعني التخريبي في المنطقة، ودول العالم الأخرى أيضا مثل الولايات المتحدة. بتصوري لا يمكن لجم إيران طالما أنه يعني هي تسرح وتمرح في سوريا على الأرض أقصد كما تريد. بالوقت اللي الآن يتم تدمير بعض قواعدها هنا أو هناك، إيران تتمدد وتترسخ يعني في الحقول المدنية والحقول العسكرية والحقول العلمية في سوريا وتسيطر عليها وتسيطر على بشر وموارد، ليست يعني المسألة ليست مقتصرة على المجال العسكري. لذلك هي تستطيع يعني عندما يتم قصف بعض قواعدها بين الفترة والأخرى تستطيع أن ترمم هذا التدمير الجزئي بسرعة كبيرة، لأنها لديها يعني إمكانيات هائلة في سوريا، تسخر كل الإمكانيات في سوريا بما فيها البشرية لإعادة ترميم هذه المواقع التي دمرت وتفريخ مواقع جديدة. لذلك يعني إيران لن تكون مشروعها في سوريا لن ينتهي أو يتراجع إلا مع وجود قوة سورية على الأرض تحارب الوجود الإيراني على الأرض، ويعني تلعب دور العدو الحيوي الذي يمنع هذا التمدد والاستراتيجي. عبد الناصر العايد كنت معنا من باريس، شكرا لك. بهذا نأتي إلى ختام الساعة الأولى، دقائق ونفتح ملفات الساعة الثانية. إلى اللقاء. في الحروب تسقط كل المعايير، تظهر المصالح وتنتظر النتائج التي قد تدوم لسنوات. فهل نشهد تاريخا مختلفا ومستقبلا يسكنه الغموض؟ وهل نحن نمر بأخطر أزمة في العصر الحديث؟ تابع الأخبار بكل أبعادها عسكرياً، اقتصادياً وسياسياً. كيف يقرأ المشهد؟ إعلان منطقة حاضر الطيران من موسكو مراسل الحدث، هنالك توافق كبير جداً. ما تريده روسيا أبعد من حدود أوكرانيا. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. صاروا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة،
عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. خرج متظاهرون مؤيدون لحراك الشباب في العاصمة طرابلس. نحن نتحدث عن أكبر تجمع للمحتجين منذ سنوات في طرابلس. ما هي المطالب وما هي الشعارات المرفوعة؟ كانت هناك مجموعة الحركة الشباب الليبي، هل ستلتقون مجموعة ممثلة للمتظاهرين؟ لم ينجو أحد من التخريب بحرق المخربات، ولكن تبقى للقانون بتحبس أشكال. كيف يمكن وصف التطورات اليوم؟ كل طرف يحاول الآن توجيه المظاهرات لصالحه. المطالب كانت واضحة، هو خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب. مع من يمكن أن تتفاوض هذه الأطراف التي تتظاهر اليوم؟ معاناة واحدة شرقا وغربا وجنوبا. قلت أن البلد بحاجة إلى تغيير الهياكل، الآلية لتغيير هذه الهياكل، كيف السبيل إلى ذلك؟ وهل ممكن أن تنجز الانتخابات في ظل حكومتين وهناك سلاح منتشر في البلاد؟ انقضى اليوم بمشاقه وصراعاته، وآن للعالم أن يهدأ، لكننا في الواقع لا نهدأ. نبدأ بالصور التي وثقتها كاميرا الحدث. الأحداث لا تهدأ. نريد فقط في البداية بعض التفاصيل والأرقام. وأينما كانت طائرة تركية دون طيار اختفت من سماء أوكرانيا، نكون رغم استمرار الخروق العسكرية الحوثية تجاوز خلافات فتح مطار صنعاء. أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في ليبيا. واشنطن قلقة من التهديد الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني، حيث تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات. هذه المعطيات تذكر بأيام الحرب الباردة. نريد أن نعرف الخطوات أو المراحل المقبلة. الأخبار الليلة يومياً 5 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. قد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا، ولكن الآن تعيد إعادة تموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب، هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ يستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات الرصيف من مهجري عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت، من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري. ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح، ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، العالم كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البنبان هو قمع لحرية الشعب السوداني، والثورة مستمرة. كشفت جولة لكاميرا الحدث في ولاية كسلة شرقي السودان عن أوضاع إنسانية صعبة جراء السيول والفيضانات. نحن الجيش حاصرنا من كل الاتجاهات. عدد الضحايا وصل إلى 79 حالة وفاة، كما أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل فاقت 15,000. بعض المنظمات تحاول حصر حجم الأضرار، ولكن طبعا هي تفوق إمكانياتهم. ك
كيف يمكن معالجة ما يجري في ولاية الجزيرة؟ عقدتم اليوم اجتماعاً لقوى الحرية والتغيير شق التوافق الوطني، ما الذي جرى في اجتماع اليوم؟ أي نقاط نوقشت؟ المطلوب الآن من القوى السياسية في السودان أن تسارع الخطى في التوافق حول أطر دستورية. ما تبقى من الفترة الانفصالية يحكمه كل الشعب السوداني، نحن ضد الإقصاء. لماذا لا تجتمع هذه القوى وتضع البلاد نصب عينيها أنه بالفعل هناك بلاد بحاجة إلى أن نصل إلى حل؟ إلى متى ستظل الأمور معلقة؟ العسكر يرحبون بمشروع الدستور الانتقالي، وحمدتي يدعو لحوار شامل. مفاوضات الأجور تنهي القطيعة بين اتحاد عام الشغل والرئاسة التونسية. خلاف خفي بين قاديروف والدفاع الروسية بعد التقدم الأوكراني على الأرض. أهلا بكم إلى الساعة الثانية من التاسعة عشرة. صدى إيجابي يلقاه مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته نقابة المحامين. فبعد الترحيب الغربي دعا مجلس السيادة السوداني جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل. بدوره رحب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو محمدتي بمشروع الدستور الانتقالي، معبرا عن أمله أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة. بدوره عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس عبر عن دعم مشروع الإعلان الدستوري باعتباره خطوة جيدة. فالإعلان الدستوري يصلح أن يكون أساساً للمشاورات المقبلة بين القوى السياسية، كما يمكن أن تقود لإنتاج إعلان سياسي يعالج الأزمة ويفتح المجال أمام الانتقال الديمقراطي. كما رحبت 9 سفارات غربية في الخرطوم بالمبادئ التي تضمنها مشروع الدستور الانتقالي الذي يهدف إلى تكوين حكومة مدنية. وكانت لجنة تسيير نقابة المحامين أعلنت عزمها طرح مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته على القوى السياسية والمدنية للتشاور حوله، بعد أن سلمت نسخة منه إلى الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد. ومن المقرر أن تعقد لجنة تسيير نقابة المحامين لقاءات مكثفة مع القوى السياسية والاجتماعية تشمل القوى الثورية والحزب الشيوعي للتشاور لوضع ملاحظاتهم حول مشروع الدستور ولأخذها بعين الاعتبار.
من الخرطوم ينضم إلينا الفريق السنوسي كوكو الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير التوافق الوطني، ولاحقا سينضم إلينا أيضا من الخرطوم نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك فريق السنوسي بداية، يعني لو تعطينا ملاحظاتكم على مشروع الدستور هذا. بالنسبة بسم الله بسم الوطن، أول حاجة طبعا اتقدمت طبعا عدة مبادرات فيها إعلان دستوري، من ضمنها ورشة المحامين اللي هي تسييرية المحامين، وطبعا برغم أنه تحفظنا على تسييرية المحامين لكن لأنها طبعا هي جهة نغابة وكذا مشروع نغابة غير منتخب طبعا، لكن بتضم داخلها عدة كيانات سياسية، فهي طلعت المشروع بتاعها الإعلان الدستوري بتاعها. في نفس الوقت في إعلان دستوري تاني طبعا اللي هو بتاعت أهل السودان بتاعت الطيبة الجد، وفي إعلان دستوري تم من عندنا اللي هي من قوة التوافق الوطني. ف كل المشاريع الدستور الوثائق الدستوريه تم الان يعني هي من كيانات سياسيه، فهي خطوه يعني نعتبرها للامام. لكن الاشكاليه يعني نحن الان بعد كده يفترض انه يعني تتوجد اليه وطنيه تجمع كل المبادرات دي على اساس انها تصيغ في مبادره واحده. يعني تتحدث سيد فريق السنوسي تقصد بأنه كل مشاريع الدساتير التي طرحت في السابق تعتقد بأنه يجب أن تدرس جميعها ومن ثم يتم الخروج بمشروع آخر غير هذا الذي يحكى عنه الآن، والذي على ما يبدو يعني يلاقي صدى إيجابيا ليس فقط في الداخل وإنما أيضا في الخارج؟ أول حاجة أنا بتكلم عن الوثيقة الدستورية أو الإعلان الدستوري بالنسبة لقوة التوافق الوطني، وده طبعا التمس كل الجوانب الموجودة الآن اللي يفترض إنها تنجمع داخل وثيقة دستورية، حتى الحاجات اللي قبل كده كان جانبتها إنه طلعت من الدساتير الفاتت الآن انجمعت من داخل يعني زي الوثيقة الدستورية كان الفاتت. الآن هي دي حتى ناقشت الهوية، ناقشت المواطنة، ناقشت وضعت العلاقة العسكرية مع المؤسسة العسكرية مع الوضع السياسي، ناقشت وجوب تنفيذ اتفاقية السلام، ناقشت المدة للفترة الانتقالية اللي اتحددت بحوالي 30 شهر، ناقشت انه بعد يجب الالتفات للمساله المعيشيه ومعاش الناس والازمه الاقتصاديه الطاحنه، مشت لانه البند الثالث والمهم يعني دي الثلاثه اشياء المهمه اللي هي تكوين مهام الحكومه الانتقاليه، وكل اللي هي مهام الحكومه الانتقاليه والاعلان السياسي والاعلان الدستوري كلها كانت موائمه مع بعض في الاعلان الدستوري، فجمعت كل يعني عالجت كل المشاكل الموجودة الآن في السودان. فقط الآن الشيء المحتاج له إنه الآلية الوطنية اللي حتجمع المبادرات دي كلها عشان تخرج بمبادرة. سيد نور الدين، هل تعتقد بأن مشروع الدستور الجديد الذي يطرح يمكن أو يعني يعتبر الأنسب الآن الذي يجب البناء عليه؟ لو كنت تتحدثين عن المشروع الذي قدمته أو تم بتسيير من نقابة المحامين السودانيين، فأعتقد أن المسألة الأهم هو كيفية الوصول إلى توافق يجمع أكبر قدر ممكن من القوى السياسية، وفي نفس الوقت يكون هذا المشروع ملبيا لتطلعات الشارع السياسي في السودان وجماهير الشعب السوداني المتعطشة إلى إنهاء حالة الانقلاب الحالية. أعتقد الجهد الذي قام
قامت به نقابة المحامين السودانيين، هي استطاعت أن تجمع طيفا واسعا من القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. هذا يعني جهد كبير، وأعتقد أننا بذلك يعني خطونا خطوات جيدة في سبيل توحيد القوى المدنية، وخصوصا تلك التي لديها موقف واضح ومناهض من انقلاب 25 من أكتوبر. في نفس الوقت أعتقد إذا ما يعني تأملنا متن المشروع الوثيقة الدستورية أو هذا المشروع الإعلان الدستوري نجد شيء مهم جدا، وهي النقاط التي تحدثت عن علاقة المؤسسات العسكرية مع مسائل السلطة في البلاد. أنا أعتقد بالشكل الذي طرح أعتقد مثل هذا الدستور هو يلبي تطلعات الشارع. القضية الأساسية الآن بالمناسبة ليست هي مسألة الصراع المدني، أعتقد هذه مسألة طبيعية، لكن بالتأكيد المشكلة الآن في السودان هي الصراع ما بين المؤسسة العسكرية أو المجموعة التي تختطف المؤسسة العسكرية وأعني السلطة الانقلابية ورغبتها في أن تؤول إليها أمور السلطة في السودان، وهذا السبب الذي من أجله كان انقلاب 25 من أكتوبر. وفي الجانب الآخر القوى المناهضة للانقلاب والقوى التي تريد المؤسسة العسكرية أن تلعب دورها الطبيعي الذي تلعبه أي مؤسسة عسكرية في أي دولة في العالم. طيب وفق المؤسسة العسكرية سيد فأعتقد الدين. الآن هذا المشروع يلبي مسألتين مهمتين، مسألة التوافق الوطني العريض، وفي نفس الوقت يحدد دور المؤسسة العسكرية بدقة ووضوح. المؤسسة العسكرية هي يعني رحبت بمشروع الدستور هذا واعتبرته نواة يمكن البناء عليها. أعود إليك الفريق السنوسي، يعني مشروع هذا اللي تحديدا نتحدث عن مشروع الدستور هذا، برأيك يعني ما التحفظات التي يمكن أن تطرحها بعض الأطراف عليها؟ أول حاجة من حديث ضيفك الكريم، هنا بيبدأ المشروع الإقصائي أن احنا بنتكلم عليه للقوة السياسية. يعني أنا داير أديك أنه أول حاجة نقابة المحامين هي ما موجودة نقابة الآن، هي تسييرية وغير منتخبة، وحتى الكيانات الموجودة فيها معروفة اللي هي كيانات الحرية والتغيير المركزي. لكن أنا بتكلم لك، هو بتكلم عن أنه جمعت معظم القوى السياسية. وين معظم القوى السياسية؟ الآن موجود قوى التوافق الوطني ب14 كيان سياسي، والطرق الصوفية زيادة عليهم، والإدارة الأهلية، وقوى الحراك الوطني، والقوى الوطنية، ولجان المقاومة، والطرق الصوفية، ومجلس الكنائس، دي كلها مضمنة في مشروع الإعلان الدستوري بتاع قوة التوافق الوطني. فمن هنا دايرين يبدو برضو الشغل الإقصائي. يعني بنتكلم على إنه هم الحاجة اللي جات من ورشة المحامين على الإعلان الدستوري، جاء من قوة التوافق الوطني على الإعلان الدستوري، جاء برضو من بتاعة نداء السودان، ولو إنه عندنا برضو تحفظ عليها شديد. لكن طالما إنه في النهاية مشاريع من كيانات سياسية سودانية فمرحب بها، نحن ما دارين إقصاء لأي جهة. كل الأشياء دي نحن الآن يفترض أنه بعد ده الناس تبدأ في تكوين الآلية السياسية، آلية منوط بها تجمع كل هذه المبادرات في بوتغة واحدة، وبعد ذاك يبدأ الحوار والتفاوض عليها. لكن المسألة الأما بالنسبة للمؤسسة العسكرية برضو حنخش في حتة الإنقلاب. المؤسسة العسكرية الآن كل الدساتير أو كل الوثائق الإعلانات الدستورية الآن طلعت حددت وضع المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية الآن رجعت إلى القيادة العامة عشان بعد تقوم بمهامة المنوط بها من حفظ الأمن واستقرار البلاد من ناحية أمنية، وأمن حدود البلاد، تأمين حدود البلاد وكذا. الآن نحن يفترض أن نتفرغ. هما يتكلموا عن أنه هي الوثيقة الدستورية تطلع بنقابة تسيرية المحامين، وده الشيء المفروض يعملوا به. الإعلان السياسي اللي بيطلع من الحرية والتغيير المركزي، ما أنه يتقوى هما عندهم على الأرض الآن عشان يتكلموا عليها. الآن القوة الحقيقية الآن الموجودة
أكثر من 31 كيان الآن موجود في قوة التوافق الوطني، ودي وقعت على الميثاق الدستوري بما فيها حركات الكفاح المسلح بما فيها كله. يبقى المسألة في النهاية هي ما مسألة بتاعت مزايدات ولا مسألة بتاعت إقصاء. نحن ضد إقصاء لأي طرف سوداني ما عدا المؤتمر الوطني هو بر المجلس. سيد نور الدين، كيف تعلقون على هذه؟ دائما هناك اتهامات لكم بمحاولة إقصاء المؤسسة العسكرية بغض النظر عن أداء هذه المؤسسة، حتى ولو أنها أعلنت صراحة بأنها انسحبت من الحياة السياسية كان دائما هناك تحفظ من قبلكم على نواياها، حتى يعني أكثر من قضية الأفعال النوايا. كيف تردون على الفريق السنوسي؟ نحن لا نتحدث عن إقصاء المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية يعني لا يعقل أن تكون هناك دولة بلا جيش، أن تكون هناك دولة بلا شرطة، أن تكون هناك دولة بلا جهاز مخابرات. نحن نقول أن هذه الأجهزة هي أجهزة ملك للشعب السوداني، والواجب عليها أن تعمل لخدمة الشعب السوداني. وكيف تخدم الشعب السوداني؟ يجب أن تخدمه وفق ما يعني تنص المواثيق، عفوا وفق ما تنص الدساتير ووفق ما تنص القوانين المنظمة لأعمال المؤسسة العسكرية. هذا ما نريده. نحن نريد أن تكون المؤسسة العسكرية في وضع طبيعي. أي دولة في العالم لا يكون فيها الجيش هو طرفا في معادلة الحكم، لا يكون فيها الجيش هو أحد أطراف الملعب السياسي. الجيش هو مؤسسة يجب أن تلتزم بأمر السلطة التنفيذية المدنية. هذا ما نريده. في نفس الوقت نحن عندما نتحدث عن إصلاح القطاع الأمني في البلاد فإننا نتحدث عن أشياء تصب في مصلحة الجيش الذي هو في النهاية جيشنا. نحن الشعب السوداني، نحن لا نرتضي يعني هذا الواقع. الآن لدينا جيش رسمي، في نفس الوقت أعضاء مجلس السيادة كل منهم لديه يعني جيشه. هناك يعني وزراء تنفيذيون يترأسون حركات لديهم جيوشهم. مسألة تعدد الجيوش داخل البلاد هذه مسألة غير أنها يعني مسألة غير طبيعية، هي لا تصب في مصلحة التحول المدني الديمقراطي. نحن لدينا الآن جيراننا في ليبيا، جيراننا في ليبيا كلما اقتربوا من مرحلة الانتخابات ولأن هناك الدولة هي لا تحتكر السلاح في النهاية لا يمضون نحو الانتخابات وتتفجر الصراعات المسلحة وبذا ينقطع السبيل نحو التحول المدني الديمقراطي. نحن نريد مؤسسة عسكرية منضبطة محترفة، نريد جيشا واحدا. هذا الجيش يعبر عن التعدد والتنوع الثقافي والإثني والقبلي واللغوي والديني، يعبر عن الثراء الذي يتمتع به المجتمع السوداني. شكرا لك نور الدين صلاح الدين، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، كنت معنا من الخرطوم. كما أشكر أيضا الفريق السنوسي كوكو الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير التوافق الوطني، حدثنا أيضا من الخرطوم. شكرا جزيلا لكما. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا ضرورة الخروج من الوضع الحالي في لقاء سعيد بطبوبي وما معهما. أطلق الجيش الروسي هجوماً على مصنع أزوفستال الصلب آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبل. محاولات كانت موجودة من طرف روسيا والقصف كذلك كان متواصل. روسيا تقول بأنها سيتم فتح
الممرات الإنسانية لخروج المدنيين. حسب الوصف الأوكراني بأن المدنيون محاصرون في ماريوبل. ما هي خطورة تصريحات رئيس مجلس النواب واتهاماته بالتدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية؟ هذا الحرب ليس من أجل ناتو، هذه حرب توسعية روسية. كل هذه المعلومات هذا من صدفة الحرب الإعلامية. القتال في المنطقة ما بين خاركوف وبين إيزوم يشتد. يتحدث زيلينسكي عن هجوم مضاد، هل يعني نقل ساحة المعركة من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي؟ كل هذا التوتر ما بين موسكو والدول الغربية وبعض العواصم المنتمية لحلف الناتو، هل يعني بأن باب الحوار بات موصدا بشكل كبير؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول. لأن لكل خبر تداعياته، تابع الحدث في مكانه وزمانه. أهلا بكم من جديد. نتابع من تونس، حيث وجه الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة للقاء عاجل مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وسط تعثر المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد. مصدر نقابي كشف أن اللقاء يأتي بعد أشهر من تعثر المفاوضات الاجتماعية في وقت تسعى فيه البلاد للتوصل إلى اتفاق من أجل تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، وهو اتفاق ينبغي أن يحظى بموافقة من الاتحاد. بيان الرئاسة أكد أن الرئيس التونسي قيس سعيد شدد على ضرورة الخروج من هذا الوضع الذي يستهدف مؤسسات الدولة والوطن، في إشارة إلى الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على دور الاتحاد العام التونسي للشغل في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أقرب وقت ممكن. كما تم التطرق إلى الغياب غير الطبيعي للعديد من المواد الأساسية بالنسبة إلى المواطن، بالرغم من أن هذه المواد متوفرة ولكن يتم احتكارها لتأجيج الوضع الاجتماعي. وأشار بيان الرئاسة في هذا الصدد إلى أن الذين يدفعون الأموال لتحقيق مآربهم يعلم الشعب التونسي جيدا من هم وما هي ترتيباتهم الحالية واللاحقة. ومرت العلاقات بين سعيد وطبوبي بفتور واضح منذ فترة رغم نفي الطرفين ذلك، وعقد آخر اجتماع بين الطرفين في 5 يوليو الماضي. وكانت وسائل إعلام تونسية قد نقلت أن اتفاقا مزمعا بين الحكومة والاتحاد العام للشغل سيتضمن زيادة في الأجور بنسبة 5%، فيما يتواصل الإضراب العام الذي أقره اتحاد الشغل التونسي مؤخرا ولا يزال قائما، وأنه رهن بالمفاوضات مع الحكومة. بطبيعة الحال طبيعة المرحلة هي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وكان حرص سيادة رئيس الجمهورية هو على أنه تضافر كل الجهود من أجل إيجاد الحلول، من توفير المواد الغذائية، من العناية بكل شرائح المجتمع وكل الطبقة العاملة وبالمستثمرين وبرجال الأعمال. وطبيعي جدا أنه ليس بغريب أن زوج منظمات اللي تاريخهم عريق جدا واللي لعبوا دور منذ الاستقلال، منذ معركة التحرر الوطني، هو أن اليوم معهود عليهم أنهم باش يكونوا عنصر إيجابي في رص الصفوف في من أجل الوحدة الوطنية في تضافر كل الجهود. كان الموضوع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية اللي عاشتها تونس. احنا كمنظمات لنا تاريخ في هذا البلد، وكنا دائما واقفين مع دولتنا مع حكومتنا للخروج من الأزمات اللي لربما فيها أزمات داخلية وفيها حتى أزمات عالمية جيوسياسية اللي اليوم عايشينها. أكدنا السيد رئيس كونه مناش مسلمين في دورنا الاقتصادي الوطني
من أجل الخروج من الوضعية الصعبة، من أجل النمو، من أجل خلق الخيرات، من أجل الاستثمار والتشغيل والتصدير. ومن تونس ينضم إلينا الإعلامي التونسي مراد علالة. أهلا بك سيد مراد إلى 19. إلى ما أفضى هذا اللقاء اليوم؟ يعني مثل ما قلنا قبل أسبوع على شاشة الحدث بالذات أن الأمور استفحلت ولابد أن يدخل رئيس الجمهورية على خط الأزمة عندما فشلت الجولة الثالثة من المفاوضات بين الاتحاد العام للشغل والحكومة التونسية. قلنا حينها الآن لابد أن يدخل رئيس الجمهورية على خط الأزمة، وبالفعل حصل هذا ولو بشيء من التأخير، لكن مهم جدا ما حصل. دعوة الأطراف الاجتماعية، الأجراء والأعراف، وربما كشف ومصارحة البعض البعض الآخر حول أولا طبيعة الوضع، حدة الأزمة، والاتفاق أو تقريبا الشراك في الحديث عن الحل الذي يجب أن يكون حلا تونسيا تونسيا، وأن يكون بتقاسم التضحيات وبتحمل كل طرف مسؤولياته. ربما التصريحات ليست متفائلة جدا، لكن فيها كثير من الواقعية، وفيها تسليم بالأمر الواقع، تسليم وقبول التشخيص، وقبول أيضا بالحلول التي ننتظر قادم الأيام كي نجد ربما ترجمة لها في الواقع. قد يكون ذلك من خلال توقيع اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل، وعودة أيضا المفاوضات بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف. المهم أن تتحرك نوعا ما هذه الأزمة، تقع حالة طيب يعني هل تعتقد سيد مراد، هل تعتقد بأن دخول رئيس الجمهورية على خط المفاوضات بين الاتحاد التونسي للشغل وبين الحكومة، هل يعني عمليا بأنه سيتم تحقيق تقدم في هذا الإطار بين الطرفين أم ليس بالضرورة؟ يعني سيقع التسليم بالأمر الواقع، لأن الحكومة، حكومة الرئيس من هذا المطاف، ليس لديها ما تقدمه، واتحاد الشغل قدم من خلال ما رشح من معلومات خلال المفاوضات التنازلات الممكنة. يعني اتحاد الشغل تخلى عن زيادات تعود إلى سنوات خلت، أيضا حتى النسبة المقترحة 5% هي أول نسبة ضعيفة مقارنة بالسنوات الماضية، وبالتالي الاتحاد قدم كل ما يمكن من التنازلات، وأيضا عبر عن استعداده لبسط كل الملفات، ملفات المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات كبيرة، ملف الدعم الذي هو أصبح حق يراد به باطل خاصة أمام موجة الاحتكار وغياب كثير من المواد الأساسية. يعني أعتقد أن الرسائل وصلت للجميع، ولابد أن يقدم كل طرف التنازلات الضرورية التي قد تكون مؤلمة لكل طرف، وأن يقع أن تقع تقاسم التضحيات. لا يعقل أن يتحمل فقط الأجراء أو عموم التونسيين أعباء هذه الأزمة في الوقت الذي يتمتع فيه مثلا الأعراف بكثير من الامتيازات، وبالركون إلى ربما النوع من الهدنة أو نوع من التملص من المسؤولية. وكذلك على رئيس الجمهورية باعتباره اليوم خاصة بالدستور الجديد وحتى بالأمر 117 يتمتع بكل الصلاحيات كي يقدم للتونسيين إجابات اقتصادية اجتماعية إلى جانب الإجابات السياسية. ولكن سيد مراد، البعض لا يعول كثيرا على دخول الرئيس قيس سعيد على خط هذه المفاوضات بسبب علاقته يعني الباردة نوعا ما مع طبوبي، ما حقيقة ذلك؟ يعني في تقديري اليوم رئيس الجمهورية لم يكن مخيرا، يعني هو اضطر صراحة لقبول الرجلين، يعني هو ليس في موقع القوة الذي يتخيله البعض. ثانيا نجح ربما في مسألة جد مهمة، وهي أنه رسم مربع تحرك اتحاد الشغل. هذه المنظمة النقابية كما قلنا الفريدة من نوعها في المنطقة وربما في العالم، كانت دائما تطلع بالدور السياسي والدور الاجتماعي. اليوم اتحاد الشغل سلم بالأمر الواقع الذي فرضه رئيس الجمهورية، وأصبح يتحدث فقط في الشأن الاقتصادي والاجتماعي. اليوم اتحاد الشغل لا يتحدث عن الانتخابات، لا يتحدث عن القانون الانتخابي، لا يتحدث عن ما بعد القانون الانتخابي أو بعد انتخابات ديسمبر 2022. وبالتالي هم هذه المنظمة أصبح هما اجتماعيا نقابيا، وهو ما أراده اتحاد الشغل، ما أراده رئيس الحكومة في علاقته باتحاد الشغل. ولذلك لابد ربما من النظر بكثير من الواقع، وننتظر الأيام القادمة لنلمس كما قلت ترجمة
ما دار بين الثلاثة هذا المساء، لأن لا يمكن الاكتفاء فقط بما صدر من تصريحات ومن خلال البلاغ الذي صدر في صفحة رئاسة الجمهورية، لا بد أن ننتظر ونرى ذلك ونرى ترجمة ذلك في الواقع. طيب، يعني صندوق النقد الدولي هو ينتظر هذه المفاوضات، ما ستؤول إليه النتائج لكي يبنى على الشيء مقتضاه. هل سيكون سقف الزمني لهذه المفاوضات مفتوحا، وما تداعيات ذلك السلبية؟ طبعا أعتقد أن الصورة اليوم ستكون لفائدة تونس، لفائدة رئيس الجمهورية في والحكومة بطبيعة الحال في تفاوضها وفي علاقتها بالمؤسسات المالية الدولية، لأن المؤسسات المالية تريد تمرير إملاءاتها وشروطها وبرنامجها الإصلاحي من خلال توافق مجتمعي بين السلطة والأطراف الاجتماعية. الصورة اليوم هي صورة بين ظفرين إيجابية تعكس أن الأمور تسير كما يرام بين الأطراف الاجتماعية، لكن كما قلنا في الواقع هناك كثير من النقاط التي تستوجب التوضيح في علاقة بتعهدات الحكومة التونسية مع المؤسسات المالية، وهذا كما قلت سنكتشف قادم الأيام ماذا قالت الحكومة التونسية للمؤسسات المالية، لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في علاقة مثلا بالمؤسسات العمومية، كيف ستتم معالجتها حالة بحالة في موضوع الدعم بالنسبة للمواد الأساسية للسكر للقمح للبنزين إلى غير ذلك، كيف ستتم معالجة هذه الملفات الحارقة. يعني إلى حد الآن اتحاد الشغل قدم أطروحاته، قدم مقترحاته، في المقابل لا نزال نبحث عن حقيقة ما قدمته الحكومة من تعهدات. نعم. لذلك ننتظر كما قلنا قادم الأيام. شكرا جزيلا لك على هذه الخطوة التي حدثت اليوم. الإعلامية التونسية مراد على حدثنا مباشرة من تونس، شكرا لك. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا نظرة الوداع الأخيرة على الملكة الراحلة إليزابيث في اسكتلندا. قيس سعيد مسودة الدستور الجديد في تونس يعيش انقسامات. يتم اليوم تمكين رئيس الجمهورية من الاطلاع على مسودة مشروع الدستور. موقف الشارع من كل ما يحدث من هذا الحوار، ما هي مصلحة الاتحاد في إغلاق المجال الجوي؟ الوضع الاقتصادي والاجتماعي متأزم جدا. ما هو المطروح فعليا إذا ما صوت التونسيون بلا؟ ما علاقة عيشنا إذا كانت التونسيون يعيشون في الخصاصة؟ الاحتمالات كلها مفتوحة. رئيس الجمهورية اليوم أمام امتحان صعب. هل تعتقد فعلا بأن هذا الحوار الآن سيكون ممثلا لكل الشعب التونسي؟ هذا ليس مبررا كافيا أن يتجاهل رئيس الجمهورية مطالب الشغالين. سيتضمن الدستور الجديد في بابه الأول أولوية الاقتصاد. بما أنه هو دستور مستقبلي، ما الذي يضمن بأنه يحصل على الأصوات الكافية في الاستفتاء؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم من جديد. بعد البلبلة التي أشعلتها تصريحات الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اطلاع على العمليات العسكرية الروسية الجارية في شرق أوكرانيا.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن بوتين على تواصل مع قادة العملية العسكرية في الشرق الأوكراني. الكرملين أعلن أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا سيستمر حتى تحقيق الأهداف، في وقت انسحبت القوات الروسية من مناطق تابعة لكييف في الأيام القليلة الماضية. وأكدت موسكو أن قواتها تقصف مناطق في خاركيف استعادتها أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال إن قوات بلاده استعادت السيطرة على 6000 كيلومتر مربع من أراضي بلاده منذ أن أطلق هجومه المضاد مطلع سبتمبر. هكذا هو حال مدينة خاركيف، المدينة الصناعية الأولى في أوكرانيا وثاني أكبر مدن البلاد من حيث المساحة والكثافة السكانية. يهاجر إليها الناس من الإقليم وحتى من الأقاليم الأخرى سعيا خلف أرزاقهم أو طلبا للخدمات، فحولتها الحرب إلى مدينة أشباح تغرق في ظلام دامس بعد المغيب. القصف الروسي الكثيف والمتواصل وتمركز القوات الروسية على مقربة من المدينة منع معظم سكانها الفارين من العودة إليها على الرغم من استعادة السيطرة عليها في أيام الحرب الأولى. في منطقتي عاد بعض الناس، سيكون كل شيء بخير وستتحسن المدينة وسنعيد بناء المشاريع ومستقبلنا. المهم أن يتم إبعاد الروس من هنا، بعد ذلك كل شيء سيكون بخير. نحن لم نغادر المدينة، ومن نزح إلى لفيف بدأوا يعودون. الهجوم المضاد يحرر الأراضي وبالتأكيد سيعود الناس بعد ذلك. معظم المحال والمراكز التجارية مغلقة، بل وتمت تغطيتها بألواح خشبية لحمايتها. أما البربشوفا أكبر الأسواق في أوكرانيا والذي عادة ما يضج بالزوار من إقليم خاركيف والأقاليم المحيطة، فقد تحول معظمه إلى حطام نتيجة القصف الروسي. كان هذا السوق يستقبل الكثير من الزوار وكانت المرتبات هنا تكفي العاملين، والآن كما تشاهدون قد يستطيع التجار الذين تبقى لهم رأس المال فقط من العودة، خلافا لذلك لا يوجد عمل. الناس كان يتاجرون ويشعرون بامتنان كبير ويكسبون المال وتسير حياتهم بشكل طبيعي، فقرر الروس أننا نحتاج إلى مساعدة وهذه هي نتيجة مساعدتهم. يأمل السكان في مدينة خاركيف أن يجلب الهجوم المضاد الذي تقوده القوات الأوكرانية في الإقليم الهدوء لهم وأن يطرد الروس خارج حدودهم، مما يمنع أو يقلل القصف على المدينة. حذيفة عادل، الحدث، خاركيف. مدينة تلو الأخرى تدريجيا تفقد روسيا سيطرتها على مناطق في أوكرانيا، فبعد استعادة إزيوم هي القوات الأوكرانية تواصل طردها القوات الروسية من شمال شرقي أوكرانيا، وبذلك باتت معظم مقاطعة خاركيف في يد الجيش الأوكراني، ما أدى إلى إضعاف سيطرة روسيا على شرق أوكرانيا، وهي منطقة لطالما استخدمتها روسيا كمنصة لشن حربها منذ فبراير الماضي. وبسطت قوات أوكرانيا نفوذها على عدة قرى في مقاطعة خاركيف بما في ذلك فوفتشانسك وتشاغالوفسك وأوبتيفكا بالقرب من الحدود الروسية. وجراء تزايد هجمات القوات الأوكرانية انسحب الجيش الروسي من بورشوفا وأرتيميفكا بالقرب من خاركيف وكذلك سفاتوف في منطقة لوغانسك. قياسا بخريطة نشرتها روسيا، تبين انسحاب معظم قواتها إلى الجانب الشرقي من نهر أوسكيل الممتد جنوبا من الحدود الروسية إلى إزيوم في الغرب. وقبيل أيام انهارت الخطوط الأمامية لروسيا في جيب مهم في شمال شرقي أوكرانيا وهي مدينة إزيوم، وهو ما وصفه مراقبون بالمنعرج الحاسم في الحرب. تقلص نطاق سيطرة روسيا أو تقلص هذه السيطرة أكدته وزارتها للدفاع، وأعلنت خسارتها مدينة إزيوم وبلدة بالاكليا وبلدة كوبيانسك، معتبرة ذلك بأنه تراجع استراتيجي يهدف إلى تعزيز موقعها في منطقة دونباس. كما لوحظ أيضا تقدم واضح للجيش الأوكراني على الجبهة الشمالية مع استمرارها
في الدفع ضد الخط الروسي في الجنوب بالقرب من خيرسون، أين كانت المكاسب الأوكرانية أكثر تواضعاً. وفسر مراقبون التراجع الروسي والتقدم الأوكراني السريع المسجل في 5 أيام بأنه عائد للنقص المتزايد لدى الجيش الروسي في القوات والمجندين المنهكين وانخفاض الروح المعنوية. من بيروت ينضم إلينا العميد خليل الحلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا بك سيادة العميد إلى 19. إذا كما ذكرنا، أهلا فيك، مراقبون أعادوا هذا التراجع الروسي والتقدم الأوكراني الملحوظ خلال 5 أيام فقط إلى الإنهاك الجنود الروس وإلى انخفاض في معنوياتهم. هل تعتقد بأنه هذا هو السبب الوحيد لهذا التراجع الروسي أم هناك عوامل أخرى؟ كلا، هناك عوامل أخرى طبعا. المعنويات الروسية غير جيدة في المرحلة الحاضرة، وهناك تضعضع في عملية الانسحاب. في الواقع عملية الانسحاب هي عملية عسكرية منظمة. ما حصل لم يكن انسحابا، بل في بعض الأمكنة كان تضعضعا وتقهقرا، وقد ترك الروس خلفهم عدد من الآليات ومن المعدات العسكرية غير مدمرة، يعني غنمها الجيش الأوكراني. إنما حصل في الشمال، أي في منطقة خاركيف، هو التالي: منذ أكثر من شهرين تعلن القيادة الأوكرانية أنها ستقوم بهجوم معاكس في منطقة خيرسون، وقد استطاعت المخابرات الأوكرانية والغربية خداع الروس وإيهامهم بأن الهجوم المعاكس الأساسي سيكون في الجنوب. وبالفعل سحب الروس على الأقل 15 كتيبة إلى 20 كتيبة قتال من منطقة الشمال، يعني من منطقة خاركيف ومنطقة دونباس، إلى الجنوب لتدعيم القوى الروسية المتواجدة في خيرسون، بحيث تضاعف عددها من 15 كتيبة إلى 35 كتيبة. وهذا هو العامل الأول. العامل الثاني هو الأسلحة الغربية النوعية التي زود بها الغرب الجيش الأوكراني. أريد هنا أن أضيء أن قيمة الأسلحة التي زود بها الجيش الأوكراني تبلغ حوالي 14 مليار دولار. الولايات المتحدة بمفردها زودت أوكرانيا بأسلحة بقيمة 9 مليارات دولار، وكلها أسلحة نوعية. وفي هذه المرحلة بالذات، عدا عن صواريخ الجافلين المضادة للآليات، هناك مدافع الميدان من طراز أو من عيار 155 مليمتر الأمريكا تصنع من نوع M777 و M109، وكذلك صواريخ الهايمارس الدقيقة. واليوم بالذات تم رماية بعض هذه الصواريخ إلى الداخل الروسي، إلى منطقة روستوف في الجنوب. ومدافع 155 أيضا أتت من ألمانيا ومن فرنسا من طراز سيزار، وحوالي 200 مدفع. هذه الأسلحة التي تم تدريب الجيش الأوكراني عليها شاركت
في هذه المرحلة في معركة استعادة الأراضي. هل تعتقد سيادة العميد بأن الروس سيسمحون ب يعني احتفاظ الجيش الأوكراني بهذه المناطق المستعادة منهم، أم سيشنون هجوما جديدا؟ لنبدأ بخاركيف مثلا، نعلم كم هي مهمة بالنسبة للروس، هل تعتقد بأنهم سيقومون بهجوم مضاد؟ نعم بدون شك، لأن الروس أصلا أوقفوا العمليات العسكرية النوعية منذ أسابيع، وهم يعدون جيشا كاملا لم يشترك في المعارك منذ شباط الماضي، وهو الجيش الروسي الثالث، ويتم تدريبه في الشرق الروسي وفقا لموقع ISW Institute of Study of War الذي يتزود بالمعلومات من مصادر بريطانية التي تقول أن هذا الجيش الذي يبلغ عديده حوالي 50,000 رجل إلى 60,000 رجل يقوم بتدريبات جادة، وبأنه سيتم إدخاله في معركة أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة. إذن إن الحرب لم تنتهي، هذه المعركة طبعا ربحها الأوكرانيون، وربحوها بمهارة فائقة باستعمال الخدعة وتعمية المخابرات الروسية. طيب ربحوا هذه المعركة سيادة العميد، هل يراهن على ربح هذه المعركة بأن يربحوا الحرب، أم تعتقد بأنه يراوح الوضع مكانه لفترة طويلة بين عملية كر وفر لحين إجبار الطرفين أو يعني توصل الطرفين إلى قناعة بضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ نعم، الجواب المباشر على هذا السؤال أتى من البنتاغون. فبتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية، إن القوات الأوكرانية في هذه المرحلة لن تستطيع أن تستعيد يعني مساحات أوسع من تلك التي أخلاها الروس. في الواقع لم تحصل معارك كبيرة في الأيام الخمسة الماضية، لأن الجيش الروسي المتواجد في إيزيوم كان مهددا بالتطويق، وبالتالي قام بالانسحاب السريع وبالتقهقر، والقوات الأوكرانية التي تدخل المدن تدخل بدون مقاومة. ليس هناك جنود روس في كامل المنطقة التي يدخلونها منذ 5 أيام، وبالتالي الدخول إلى منطقة دونباس هو أمر مختلف. وما زالت روسيا تسيطر حتى هذه اللحظة على 20% من الأراضي الأوكرانية، بالرغم من 4,000 أو 5,000 كيلومتر مربع التي خسروها خلال الأيام الماضية. وبالتالي المعركة أو المعارك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة مرشحة إلى المراوحة والكر والفر، بانتظار مبادرة ما من جهة روسيا أو من جهة أوكرانيا. فالأوكرانيون وخاصة وزير الدفاع كان تصريحه اليوم حذر، فقال لم يكن بالتفاؤل أو بالسقف العالي الذي كان زيلينسكي يتحدث به. لماذا برأيك؟ أنه يجب الحفاظ على هذه. سيادة العميد، يعني من الملاحظ بأنه هناك معنويات عالية لا تزال لدى الجنود الأوكرانيين، يتلقون دعما هائلا إن كان على صعيد المادي أو حتى على الصعيد العسكري، وحضرتك فصلت الأنواع الأسلحة وحتى الجديدة التي يتلقونها ويتلقون تدريبات عليها. الجنود الروس يتناقص عددهم، معنوياتهم ليست بالعالية، وبالتالي لماذا هناك أو نتحدث في الأشهر المقبلة عن ستاتيكو عسكري سيكون في الأراضي الأوكرانية؟ عفوا لم أسمع السؤال بكامله، إنما سأحاول الإجابة. طيب يعني لماذا يراهن المراقبون على ستاتيكو عسكري في الأيام أو في الأشهر المقبلة في أوكرانيا، بالرغم من أننا نتحدث عن يعني أسلحة ذات جودة عالية يتلقاها الجيش الأوكراني، المعنويات عندهم لا تزال عالية، وبنهاية المطاف هذه أرضهم بعكس الجيش الروسي الذي تتناقص أعداده وعلى ما يبدو معنوياته غير عالية؟ نعم، الجيش الروسي تتناقص، يعني هذا كلام غير دقيق. هناك قوات روسية لم تشارك في المعركة، معظم الجيش الروسي لم يشارك في معركة أوكرانيا. عدد الجنود الذين شاركوا يبلغ حوالي 150 ألف،
وعديد الجيش الروسي يقارب 1,000,000 رجل، وبالتالي هناك قوى لم تشارك وهناك قوى أخرى تستعد للمشاركة. وكما قلنا الجيش الأوكراني أيضا منهك، معنوياته مرتفعة صحيح، هذه المعارك أعطته دفع معنوي كبير، ولكن هذا لا يكفي لربح المعارك. اليوم مثلا روسيا استعملت أسلحة جديدة أيضا، الصواريخ التي قصفت بها خاركيف هي صواريخ KH-101 التي دخلت في الخدمة منذ أشهر، وهي صواريخ عابرة ترمى من طائرات القاذفة توبوليف، وهي شبحية لا يمكن كشفها مثلا. وروسيا إذا وصل الأمر إلى خسارة أو إلى ضربة معنوية كبيرة أو تقهقر في أوكرانيا، يمكنها أن تلجأ إلى الأسلحة النووية التكتية. لا يجب استبعاد ذلك، لأن ما صرح به الكرملين اليوم هو أن روسيا لا تزال تريد تحقيق أهدافها في أوكرانيا. ولم يكن هناك حديث عن أي تراجع عن هذه الأهداف سوى تصريح واحد ديلافروف أنه مستعد للدخول في مفاوضات، وهذا ليس بالجديد. والمفاوضات برأيي الخاص التي يتحدث عنها لافروف إذا حصلت هي لكسب الوقت لإعادة التنظيم وللهجمات المعاكسة. المعركة لم تحسم بعد، ولا أظن أنها ستحسم بسهولة سواء لهذا الجانب أو الآخر، ولكن بمجمل يعني التقدير ما زال ميزان القوى لصالح الروس. شكرا رغم جزيلا أنهم لك. خسروا ورغم أنهم خسروا. نعم. شكرا لك العميد خليل الحلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا لك. في لقاء تاريخي زار الملك تشارلز الثالث مجلس العموم البريطاني للمرة الأولى بصفته ملكا، وأكد خلال خطاب ألقاه بحضور أعضاء مجلسي النواب واللوردات وكبار ساسة البلاد أن البرلمان هو الأداة الحية للديمقراطية البريطانية. يوم حافل آخر في حياة ملك بريطانيا الجديد، ملك جديد يثبت عرشه بجولات في أرجاء المملكة فيما يتحضر لجنازة ملكية عالمية لوالدته. يوم جديد استهله من مجلس العموم البريطاني في لقاء تاريخي، الحكومة واللوردات ونواب الشعب استمعوا للملك تشارلز يؤكد أن البرلمان هو الأداة الحية للديمقراطية البريطانية. نجتمع اليوم لتذكر الفترة الرائعة من مرحلة خدمة الملكة لدولها وشعوبها. تعهدت جلالتها بخدمة بلادها وشعبها من خلال حفظ المبادئ الثمينة للحكومة الدستورية التي تقع في صميم أمتنا. لقد ضربت مثلاً في انعدام الأنانية لدى القيام بواجباتها، وهو الذي أنوي بمساعدة الله أن أقتدي به. قلما يختلط العرش بشؤون الدولة والسياسة والحكم، وقلما رأينا الملكة تزور البرلمان، لذا هو يوم سياسي حافل بالدلالات للملك تشارلز الثالث بين لندن وإدنبرا، حيث يمكث جسد ملكة الأسكتلنديين. تسلم الملك مفاتيح مدينة إدنبرا في بادرة رمزية من الأزمنة القديمة تحدث دوما في قصر هوليرود هاوس. وسار وأفراد الأسرة خلف النعش إلى كاتدرائية سان جايلز. ورغم أن لكل كلمة تصدر من اسكتلندا هذه الأيام دلالتها السياسية، إلا أن الوزيرة الأولى للبلد نيكولا ستيرجن التي تصر على المطالبة بإجراء استفتاء ثاني على الاستقلال، أكدت أن المناسبة اليوم هي للتأكيد كم كانت الملكة تعني لاسكتلندا. أعتقد أن التعزية في البرلمان الاسكتلندي هي جزء من فترة الحداد العام على الملكة. الملكة كانت صديقة عظيمة لبرلماننا، كانت معنا في كل لحظة مهمة من العمر القصير لهذه المؤسسة. لا زالت لندن تنتظر جثمان الملكة. حتى مساء الثلاثاء ستبقى الملكة إليزابيث في اسكتلندا التي أحبت حتى النهاية. مصطفى زارو، الحدث، لندن.
يودع البريطانيون ملكتهم الراحلة عن قرب، إذ يسجى جثمانها في كاتدرائية سانت جيلز الذي نقل إلى أدنبرا مع انطلاق أسبوع وداع، وصولا إلى الجنازة الوطنية في 19 سبتمبر. وفي محطة جديدة من الرحلة الأخيرة للملكة التي بدأت من قصر بالمورل حيث توفيت الخميس، وستختتم بالجنازة الوطنية الاثنين المقبل في لندن، نقل نعشها من قصر هوليرود هاوس المقر الملكي الرسمي في اسكتلندا إلى كاتدرائية سانت جيلز حيث سجي للمرة الأولى أمام المواطنين. وعبر الموكب الجنائزي بقيادة الملك تشارلز الثالث محاطا بشقيقيه أندرو وأدوارد وأخته أنا وسط العاصمة الاسكتلندية في مسيرة بطيئة وفي ظل صمت مطبق، واجتازوا سيرا بوتيرة بطيئة أكثر من كيلومتر في المدينة القديمة، مرتدين جميعا زيا عسكريا أسود باستثناء الأمير أندرو الذي استبعد عن النظام الملكي إثر اتهامات باعتداءات جنسية وضع حدا لها بدفعه ملايين الدولارات. وبعد مراسم دينية بعد ظهر أعاد أبناء الملكة مساء للمشاركة في مراسم جنائزية ليلية حول الجثمان الذي سجي في النعش الملفوف بالعلم الملكي الاسكتلندي وقد وضع عليه التاج الاسكتلندي المصنوع من الذهب الخالص. ختام التاسعة عشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.